بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، نلتقي اليوم في كلية تقنيات الطاقة الشرة في يوم الخميس 14 من رمضان 1441 هجرية، الموافق للسابع من شهر 5 2020 ميلادي. طلبة الفصل الأول المادة اللغة العربية، محاضرتنا اليوم المحاضرة الرابعة وهي بعنوان النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة، طبعا هذه المحاضرة درسنا في وهذا الدرس درسنا في الإعدادية والثانوية، بينما هنا أنا درسها هنا في كلية تقنية الطاقة اللي بتوسع أكثر. عناصر المحاضرة: العنصر الأول تعريف الاسم النكرة وأمثلة عليه، تعريف الاسم المعرفة وأمثلة عليه، أنواع المعارف، ومنات إلى المناقشة. أولاً، إحنا نعرف أن الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم يا إما يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. فالاسم ينقسم من حيث تعيين مدلوله، الاسم من حيث تعيين مدلوله ينقسم إلى قسمين وهما نكرة أو معرفة. إذا الاسم ينقسم إلى قسمين، نكرة ومعرفة. الاسم ينقسم إلى قسمين، نكرة ومعرفة. إيش هو الاسم النكرة وما هو الاسم المعرفة؟ تعريف الاسم النكرة: النكرة هي ما دل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وقبل دخول ال المعرفة عليه، أو وقع موقع ما يقبل دخول ال عليه. مرة ثانية، تعريف النكرة: اسم النكرة هي ما دل على مسمى شائع بين أفراد جنسي، ما دل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وقبل دخول ال المعرفة عليه، أو وقع موقع ما يقبل دخول ال عليه. مثال: كلمة رجل هنا مسمى شائع بين أفراد جنسي اللي هم الرجال. رجل مسمى شائع بين أفراد جنسي اللي هم الرجال. هنا الاسم قبل دخول ال عليه يصبح نكرة. ليه؟ لما نقول رجل، أي رجل، ما عينتش رجل محدد. كلمة رجل تدل على أي رجل، فهنا الرجل هنا نكرة. نكرة لأنه لا تعين رجل بذاته. فهنا الاسم نكرة، عندما ندخل ال عليه نقول الرجل. لأن لما نقول الرجل معناها أنا عينته، حددته. إذا قبل دخول ال عليه فهو نكرة، قبل دخول ال عليه فهو نكرة. كذلك مثال: طالب. طالب تدل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وهم الطلاب، ولكنه ليس طالب محدد معين، فهو اسم نكرة. أنا طالب، عندما دخلت ال عليه أصبحت الطالب، فتعين أنا الطالب، أنا حددت وتعين الطالب فأصبح أنا معرفة. إذا أنا النكرة هي اسم يدل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وقبل دخول ال عليه، وقبل دخول ال عليه. أو نقول تعريف النكرة مثل ما أخذناها في الصفوف الإعدادية: النكرة هي ما دل على شيء غير معين، ما دل على شيء غير معين، أو وقع موقع ما يقبل دخول ال عليه، أو وقع موقع ما يقبل دخول عليه. مثال على ذلك: جاء ذو علم. كلمة هنا ذو، ذو بمعنى صاحب. جاء ذو علم، جاء ذو، ذو بعلم بمعنى صاحب ذو. فذو اسم لا يقبل، اسم لا يقبل دخول ال عليه، لا يصح ان نقول الذو، لا يصح ان نقول الذو. فالذو هنا لا يقبل دخول ال عليه، فهو اسم لا يقبل دخول ال عليه، ولكنه وقع موقع ما يقبل دخول ال عليه. هذا ذو بمعنى صاحب، هو ذو بمعنى صاحب، وصاحب تقبل ال الصاحب، فهنا وقعت موقع ما يقبل دخول ال عليه. اذا انا جاء ذو علم، ذو اسم لا يقبل، ذو اسم لا يقبل دخول ال عليه، ولكنه وقع موقع ما يقبل دخول ال عليه، يعني بمعنى صاحب، تقول الصاحب. فهنا ذو نكره، ذو نكره، عندما لا يقبل دخول ال عليه ولكنه وقع موقع ما يقبل
الدخول عليه. إذن هنا نعاود مرة ثانية، الاسم ينقسم إلى اسمين، نكرة أو معرفة. الشيء النكرة هي ما دل على مسمى شائع بين أفراد جنسي وقبل دخول المعرفة عليه أو وقع موقع ما يقبل دخول عليه. مثال رجل، الرجل، أنا رجل نكرة، لما أحط لها الرجل هل تكبر معرفة. طالب، الطالب، معلم، المعلم، تلميذ، التلميذ. هذه الأسماء قبل دخول عليها فهي نكرة. جاء ذو علم، إن ذو بمعنى صاحب، لا تقبل ذو دخول عليها ولكنها وقعت موقع ما يقبل دخول عليها. ذو بمعنى صاحب تقول الصاحب، فهذه هي تعريف النكرة. القسم الثاني اللي هو المعرفة. أشير معرفة، المعرفة هي ما دل على المسمى بعينه ولا يقبل دخول عليه، التي للتعريف. المعرفة هي ما دل على المسمى معين، أو تقول مثل ما درسته في الإعدادية، المعرفة هي ما دل على معين، هي ما دل على معين، أي هي نفسها، هي ما دل على المسمى بعينه ولا يقبل دخول عليه، التي للتعريف. مثال محمد هنا دل على مسمى محمد، محمد بعينه معروف، أنا معين، هذا أشرت إلى هذا معين، كتابي هذا كتابي أشرت إليه معين، التلميذ معين. هذه الأسماء لا تقبل دخول ال عليها، هي معينة ولا تقبل دخول ال عليها. ما يصحش نقول المحمد، الأنا، الهذا، الكتاب، التلميذ، لا يصح، لا تقبل دخول ال عليها فهي معرفة. إذا المعرفة شنو تعريفها؟ هي ما دل على مسمى بعينه ولا يقبل دخول ال عليه، التي للتعريف، مثل محمد، انا، هذا كتابي، التلميذ، هذه لا تقبل دخول ال عليها فهي معرفه. اذا الان عرفنا شيء النكره وما هي المعرفه، والمعرفه الان لها سبعه اقسام. المعرفه تنقسم الى كم قسم؟ الى سبعه اقسام. المعرفه تنقسم الى سبعه اقسام.